مشاهدات المشاهدين الأكارم في كل مكان، حلقة جديدة من مشاوير، ودائما بنقول إنه مشاوير هي مشاوير للخير وللعطاء وللنماء. الثوب السوداني هو محور الاحتفال الضخم، وهذا الكرنفال الذي تقدمه زينب الخندقاوي في أعظم وأفخم وأضخم مهرجان للثوب السوداني في أشكاله المختلفة والمتنوعة. العديد من المصممات شاركوا في هذا الاحتفال الضخم، وأحيت الاحتفال الفنانة الجميلة عوضية عزاب العديد من الفقرات المتنوعة. كونوا معنا. متواصلين معكم الأحباب الأكارم من داخل فندق كورينثيا في أضخم عرض للأزياء وللثوب السوداني. سعيدة جدا أن تكون معي الأستاذة خلود كبيدة، هي أول مصممة أزياء وأول من فاز بأجمل تصميم للثوب السوداني والمعروفة بماما خلود. مرحب بك وسعيدين بك جدا في النيل الأزرق. أهلا وسهلا فيكم في النيل الأزرق، والنيل الأزرق أثبت ذات وجوده قبل ما نحن نبتدي شغلنا وقبل ما نعمل اي حاجه، وكان هو مساعد كبير جدا في انه يبرزنا ويطلعنا للداخل والخارج يعني. الحمد لله. الكثير من مصممات الازياء ظهروا في الساحه باختلاف التصاميم المختلفه، اختلاف الهويات، اختلاف الذوق. كلمينا عن رايك في المصممات وفي الايفنتات اللي انت بتشاركي فيها. والله طبعا الواحد بيقول لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع، يعني هو المصممات ما شاء الله كتروا ولازم يشتغلوا. في ثلاث أنواع من المصممات، نوع مصمم ونوع منفذ ونوع تاجر، فكان لابد من إنه يكون في شغل كل واحدة تطلع اللي بتقدر عليه ولا بتشوف إنه جميل، والناس أذواق يعني، فلازم يعني البنت السودانية لازم تبدع في كل المجالات. وفي مصممات كتير درسوا يعني من خلال الدراسة، لازم تستفيد من دراستها، ما بتقعد في البيت وتقول والله لا أنا درست خلاص. إذا بتقدر تعمل حاجة جميلة في إنها تطلع شغلها على القماش وعلى الفابريك وعلى للمجتمع ماله، ممكن تستفيد. هاي الحمد لله المنافسة قوية وكبيرة جدا ما بين المصممات زي ما قلنا بمختلف أنواعهم وأذواقهم المختلفة. عايزينك تقدمي لنا وصية لكل المصممات باعتبارك أنت الأولى وأنت الخبيرة وأنت القائدة. والله شوفي، أنا الوصية بتاعتي إنه لازم كل واحدة فيهم تكون مدرسة غايمة بذاتها، ما تقلد، ما تنقل، ما تشوف غيرها عمل شنو هي تعمل عشان تكون مميزة، وإلا حتكون زيها وزي غيرها وحتكون الحاجة يعني مكررة. فلازم كل واحدة تكون عندها مدرسة خاصة بها عشان تعرف بها، عشان اللحظة اللي الزبونة ولا المرأة السودانية تلبس التوب طول تقول ده بتاع فلانة، عرفتي؟ عشان ما كله يكون نوع واحد وشكل واحد واستعمال بتاع موتيفيا واحدة وماتيريال واحدة، لازم في استعمالات غير معتادة الناس لازم تعملها. واصلين الأحباب الأكارم في كل مكان من داخل فندق كورينثيا وعرض الأزياء الضخمة للأستاذة زينب الخندقاوي. سعيدة جدا أن تكون معي مصممة الأزياء ومصممة الثوب السوداني الأستاذة سمية حمزة، وهي من أوائل المصممات الناجحات وليهم بصمة واضحة في مجال التصميم. مرحبا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا، وفرصة سعيدة، وأنا سعيدة بأنه أنا أكون يعني ضيفة في البازار، أقصد الكرنفال بتاع مدام زينب. كان كرنفال جميل منسق بطريقة حلوة وجميل جدا جدا. من الواضح أستاذة سمية أنه دائما أنتم مشاركين في جميع عروض الأزياء المختلفة والتصاميم وتحديدا الثوب السوداني. كلمينا عن رأيك في هذه الكرنفالات وهذه البازارات. والله طبعا الكرنفالات دي احنا طبعا كان في عهدنا ما في، فحس الشباب ديل ما شاء الله شايفاهم يعني بدوا خطوات جميله، وانا كنت اتعزمت لكذا بازار، فالايفنتات بتاعتهم حلوه، العرض بتاعهم جميل، ماشيين في خطوات ثابته، في خطوات جميله، وربنا ان شاء الله يوفقهم. بنات ما شاء الله مجتهدات يعني، والحمد لله ان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب. نصيحة للمصممات الجداد والجداد على المجال باعتبار أنتوا سبقتوهم في المجال، عندكم خبرة، عندكم معرفة ودراية أكثر بهذا المجال. هم طبعا البلد بقت منفتحة، فما شاء الله يعني هم بدوا يتطوروا كويس جدا جدا،
فأنا بتمنى إنه ربنا يوفقهم ويسهل لهم خطوتهم عشان يعني بعد يعني يبتدوا يطوروا أكتر وأكتر ويمشوا في المجال ده كويس، لأنه إحنا أنا صراحة يعني فخورة بالتوب السوداني. ما زلنا متواصلين معاكم في هذا العرض المميز، مجموعة من مصممات الأزياء وخبيرات التجميل. سعيدة جدا أن تكون معنا خبيرة مختلفة في مجال مختلف، خبيرة الشعر منال أمريكا. مرحب بك. مرحب بك وشكرا. مرحب بكل المشاهدين. أنا الليلة هنا بحيي مصممات الثياب زينب المسرة وسارة المسرة وبشارك معهم في الإيفان برضو. طبعا أريد عملنا العروضات بتاعت الثياب، ثياب رهيبة وكل المصممات كل المشاركين يعني حاجة روعة في السودان. نعم منال، تصميم الشعر تصميم مختلف، أزواج مختلفة، بتتعاملي كيف مع الموضوع ده؟ طبعا الشعر مهم جدا وجزء من اجزاء البيوري، فبجد احنا هنا عشان يعني نوصل الجمال ونكمله مع كل خبيرات التجميل والثياب والمصممين والمكياج. فانا سعيده جدا انه بجد هنا عشان اشارك معاهم الجزء اللي بجد محتاجين نكمل التجميل مع بعض. اليوم برنامج كبير لعرض الأزياء المختلف والضخم اللي ضم مجموعة كبيرة من مصممات الأزياء ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والخبيرات ونجوم المجتمع. رأيك شنو في الكرنفال ده؟ كرنفال رائع جدا بجد، يعني مستوى كلاسي زي ما اسم الشو اللي هو ميس كلاسي. فوق كل الحاجات اللي بجد وصلوا لها من الجمال اللي هو بيمثل المرأة السودانية وكل المصممات، يعني كل زفافات للعرايس حاجة روعة وحاجة جميلة، وبجد يعني سوداننا جميل جدا. جديدة الأحباب الأكارم، معنا الأستاذة شوشو مجيد خبيرة تجميل شبه دائم. مرحبا بك. مرحبا، اهلا وسهلا.
مرحبا بك، عرض أزياء متكامل لخبيرات التجميل لمصممات الأزياء. كلمينا عن تواجدك ومشاركتك في هذا الكرنفال. صراحة الليلة فرصة حلوة شديد، وبشكر السيدة زينب الخندقاوي إنها أتاحت الفرصة للجمع الكبير ده، إنه يتلاقوا وإنه الناس تعرض شغلها. فأنا الليلة مبسوطة شديد إنه الليلة معاكم في الإيفنت. المساحة والساحة مليئة بخبيرات التجميل، مليئة بمصممات الأزياء. كلمينا عن المنافسة وكيف بتقدروا تميزوا ما بين الأجمل والأميز. صراحة أنا بعتبر إنه المنافسة دي فرصة حلوة إنه الناس تطلع أحسن ما عندها، فهي بالعكس أنا ما بشوفها إنها هي حاجة سيئة، لا هي حاجة كويسة جدا، بتخلي إنه في خيارات للزبائن وللكاستمرز، وفي نفس الوقت بتكون في روح بتاع بس عشان الناس تطلع أحسن ما عندها في الشغل. نعم. بتقول إشنو لكل الناس اللي بتتابعنا؟ صراحة حابة أحيي كل الناس وأعيد عليهم بمناسبة عيد الأضحى، وإن شاء الله الليلة الإيفنت تكون حاجة حلوة وتكون واجهة مشرفة، إذا كان لخبيرات التجميل ولا إذا كان للسودانيات عموما. شباب الأكارمة في كل مكان، تعاقبت الحضارات وتعددت الهويات، ولكنها كلها تتفق على أن الثوب السوداني هو الرمز الأساسي والأول لهوية الشعب السوداني بمختلف أنواع وأعراق وهوياته المختلفة. بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الكرنفال الضخم لعرض الأزياء الذي قدمت هو الأستاذة زينب الخندقاوي. حتى نلتقى في مشاوير أخرى، تحياتي والفريق العامل، وفي أمان. Ooh!